بنتك مالها بنتك؟ بنتك بتعمل عملية والأكسجين قطع عليها، جالها ضمور في المخ. أهل الخير ما تأخروش عنها، الوقت رودينا 16 سنة رجعت ليها الحياة بفضل ربنا أولا وبفضل أهل الخير وتبرعاتهم. الأول طبعا ما كانتش بتمشي خالص نهائي، كانت دايما قاعدة على السرير، كانت شارع الرجال. مين دي؟ ماما. ماما؟ وأنا؟ دكتور. أم ودينا معانا النهارده، ودينا وده حاجة جميلة جدا لأن أنا بقالي أكتر من سنة ما شفتهمش. وإحنا ابتدينا رحلة العلاج من أيام ما كانت في مستشفى الشيخ زايد، جات لي من 2014. طب قولي لها بقى، قولي لها بدأنا العلاج بتاع ودينا من 2014، كانت بتعمل زايدة في يوم 2/5/2013 انقطع عليها الأكسجين في مستشفى كفر زايد العام. المهم إن ردينا قعدت في غيبوبة عن شبه موت إكلينيكي حوالي سنة. بدأنا مع بالعلاج اللي هو الأكسجين تحت الضغط، جلسات أكسجين تحت الضغط. بعديها على طول حقن لنا الدكتور وائل لرودينا حقن خلايا جذعية للمخ. بفضل ربنا وبفضل دكتور وائل وقفته جنبنا، رودينا كانت فاقدة ذاكرة وفاقدة نطق ومشلولة ايدين ورجلين. النهارده رودينا طبيعية جدا، بتلبس بتتعامل بتتعلم. والحمد لله والشكر لله، بقت زي العسل وبقت بنوت عسل. طيب هي كان قبل ما نبتدي بعد الاكسجين تحت ضغط وتحت هي كانت بتمشي مشية المعاقين. مشي معاق ازاي يعني؟ لازم حد يعني تقدري تمثليها كده؟ يعني المشية كانت رجليها بتلف كده زي المعاقين اللي هو ايدين ورجلين بيلفهم الاثنين. فلازم حد يبقى ماسكها او ساندها. وكانت طبعا بتتعامل بالبمبز. كانتش تتحكم في البول والبمبز؟ لا خالص. هي دلوقتي طبيعيه جدا جدا. بعد قد ايه بقى يعني؟ قصدي بعد ما عملنا الخلايا الجذعيه ديت حضرتك تيجي في الشيخ زايد؟ ايوه، والدكتور ايمن خلاف كان موجود معانا. موجود وكيل وزاره الصحه. هو اللي كان بعتك العقليه؟ مساعد وزير الصحه دكتور هشام عطا. دكتور هشام عطا يوسف هو اللي كان بعتنا لحضراتكم. رودينا بعد تاني حقنة على طول بدأت البمبز مفيش بقى تتحكم وتبدأ. بعد تاني حقنة وفقت، والإفاقة دي بعد التالتة. بعد تالت حقنة عملناها بدأت الذاكرة ترجع لها. يعني ايه الذاكرة بقى؟ كانت نسياني. يا سلام. مش عارفاني ان انا امها. مش عارفة باباها، مش عارفة اخواتها، مش عارفة اصحابها، مدرسينها. بدأت بعد تالت حقنة بدأت انا الف بيها على زمايلها واجيبهم لها البيت ان هي تتعرف عليهم او كده او تعرف اساميهم. فبدات يعني تاني حقنه، لا كنت بعد كل حقنه ببدا اعمل كده. اجمع زمايلها اوديها لمدرسينها المدرسه اشوفها فاكرهم ولا لا، فاكره مدرستها. انما بعد تالت حقنه بدات الذاكره ترجع لها ان شاء الله. والكلام؟ الكلام ده خد وقت معانا، اخد وقت اطول. وجبت لها حد تخاطب؟ وديناها لتخاطب. مع الخلايا الجذعيه. مع الخلايا الجذعيه، مع علاج طبيعي برضه. مع علاج طبيعي. مع العلاج الطبيعي. هو لازم الثلاثه مع بعض. ايوه، انا عملت الثلاثه سوا. طبعا بقينا مع الحقنا نعمل التخاطب والعلاج الطبيعي. كويس الحمد لله، بفضل ربنا بقت عروسه ما شاء الله. ما شاء الله. وانت دلوقتي بقى بتقري قران وكده ها؟ ايوه. حافظه القران. وبتعملي ايه بقى في حياتك بقى؟ ما كنت مفيش انا سنه. ايه؟ بخرج في شغل سنه. مفيش شغل في البيت، بتخشي تنام. طب بتعملي لماما شاي؟ لا. ما بتعمليلهاش شاي؟ ماما نفسها كيف؟ ليه طيب؟ مش المفروض بقى تنضفي البيت؟ والله ده كوبايه شايها جميله. بجد والله؟ تملك كاتل وتقول لي انت عايزه شاي، كوبايه شايها جميله جميله. بتعرف تطبخ؟ لا طبيخ لا. لسه؟ ممكن تسخن اكل وتحط ليا ولها. ممكن تسخن الاكل ليا ولها. ورينا كده، ورينا. وريني بقى ودينا تمشي كده، وريني مشيك الجميل. استنى اشوفك من بعيد كده. ها يلا. لا تمشي ناحيه الباب هناك. الباب يا دودو المشي بقى طبيعيه خالص. ها؟ طيب تعالي يا ودينا تعالي. انا الاول. تعالي. ما شاء الله ما شاء الله. ودلوقتي ارفعي ايدك فوق بقى. ايه فوق؟ بتلبسي نفسك دلوقتي وكل حاجة؟ وكل حاجة بتدخلي الحمام لوحدك وكل حاجة؟ تمام، كله تمام. كله لوحدها؟ ان شاء الله. الحمد لله. طيب ربنا يطمنك. وده بعد الحقن بقى ظهر بعدها بقد ايه؟ هي بدأت بالتحسن بقى، يعني حقنة مع حقنة. حقنة مع حقنة. بدأت تتحسن حقنة بعد حقنة كده، الحالة بدأت تتحسن. ما شاء الله. احنا آخر حقنة كانت امتى؟ كنا في 2017. 2017 لا و18 18 حقنين. طيب احنا في 2018.
واحنا يعني اللي ناقصها ان هي تسرح شعرها بس، تمسك مش تسرح، تمسك قلم تكتب. انما هي دلوقتي بتروح الدبلومه بتاعتها المدرسه عادي ومع زمايلها وبتستحمى لوحدها وبتلبس لوحدها. كويس كويس تمام كده. طيب انا استاذنك يا ام دينا نذيع دوت علشان الناس تتفرج عليه كده. طيب ربنا يكرمك. ده للعلم. للعلم مش حاجه أيوة فنيه نعم. ولا ربنا يبارك لك. واحنا ورا العلم في اي حاجه. وانت ام عظيمه ووقفتي جنبها واقفه، ما حدش بيقف. ربنا يحفظك. الله يكرمك. شكرا يا دكتور. سعد الله.